كل شيء موجود، لكن ناقصين في الدكاترة، وانا ناقصين في الممرضين والممرضات. باقي كل شيء نظيف، القسم باهي، الممرضين الموجودين معانا باهين، دكتور ودكتورة اللي عندنا، والاخرين ما عندناش، لكن رانا ناقصين في ناحية الدكاترة. نطلب من الصحة ان زيدنا من الدكاترة ومن الممرضين والممرضات. نقص شديد في أطباء ونقص شديد في الفنيين والتمريض. نشكر قسم غسيل نالوت تقريبا المجهودات الجبارة اللي يديروا فيها العناصر الطبية اللي هنا وجماعة الإدارة. ممكن مجهود نتاع دولة، مش مجهود نتاع قسم تابع مستشفى ولا في هالأزمة هذه. قاموا بتوفير الطلبات، قاموا بالحفاظ على مستوى نفس المستوى، ما تحس ان في نقص بكل في كمستوى الغسيل. او انك زي ما شفنا توا في القسم، ان القسم يخدم شفتين، شفت لا ولا مرحلتين، مرحلة صباحية من الساعة 7:30 صباحا للساعة 12 حتى ما يضايقوش على المرضى، ومن الساعة 12 خشتوا مجموعة ثانية في قسم الغسيل.